يعتبر تقديم الطعام بالنسبة للعديد من الطهاة فنا يتطلب الإبداع. كوثر جاسم اعتنقت هذا الفن وعشقت تقديم أطباقها الصحية على شكل مجسمات وصور لشخصيات كرتونية ترسم الابتسامة على وجوه الأطفال وتشجعهم على تناول الطعام. كوثر جاسم أم لثلاثة أطفال، ابتكر حرصها الأمومي على ترغيب فلذات أكبادها بتناول مختلف الأطعمة الصحية عبر آلية تقديم تحفز عقولهم لالتقام ما يعشقونه من أشكال اقتبست من مكنون الطبيعة بكائناتها الحية، وفي ذلك فائدة مضمونة لاستساغ الجيد من الأكل المفيد لتبقى أجسادهم سليمة وبمنأى عن أي أمراض تذكر. كان يعني هذا النوع من الفن شيء غريب وجميل يعني بالنسبة إلي، مثل إلي تحدي يعني كوني أنني أحب الطبخ وأحب الرسم في نفس الوقت، فدمج لي هذا النوع من الفن لهوايتين في وقت واحد. كثر في الآونة الأخيرة الاهتمام باللانش بوكس، فهذا النوع من الفن أيضا يساعد الأمهات على أن يقدمون وجبة مدرسية جميلة وبشكل لطيف بشكل محبب إلى الأطفال. قبل أن تتذوق تمعن، وقبل أن تبدأ بالتهام أطباقها حاول أن تتمهل قليلا، وقبل أن تحظى بأكل وجبة غنية لصحتك وصحة أفراد أسرتك عش سر الإعداد الذي تتقنه أناملها التي عشقت تزيين صحونها بمجسمات تناغمت لترسم لوحات فنية من الطعام. الاتجاه الثاني اتجهت فيه إلى استثمار هذا النوع من الفن في تقديم الطعام الصحي إلى الأطفال بصورة جذابة، بصورة جميلة، بصورة تحببهم أن يتناولون الطعام الصحي من غير ما يحسون بالملل. اتجهت حاليا إلى التركيز على نشر الأفكار الصحية عبر الفود آرت بحيث أوفر إلى الأمهات أفكار سهلة وبسيطة. من أجل تعميم الفائدة الآتية من وراء حسن صنيع ما تجتهد على القيام به، حرصت كوثر على التوجه نحو تطبيق الفكرة ونشرها بين صفوف الفئة المستهدفة من البراعم داخل أماكنهم التعليمية. كما يقال للعشق فنون، وفن تزيين الطعام وإظهاره في سياق هيئات زاهية بالألوان ثرية بقيم غذائية مفعمة بالعناصر الأساسية لعافية الأبدان، طريقة أثبتت نجاحها في استمالة الطفل والناشئة وجذبهم نحو غير المألوف في أسلوب تناولهم لكل لذيذ ونافع. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.